خلي بالك اصحى صحصح فوق مني جاي عصام يا فاروق ده اللي جاي العريس رمضان طلق حيزي احلو مهرجان خلي بالك الحلفة جاي خلي بالك في ايدك تبقى ملياردير وتتجوز بنت زفير وتتعامل وتتزامل وتدخل فرحة وتجامل وتبني حمارة جوه الحارة ركوبتك تبقى طيارة وتحضش تلقى مانجا عصير وعيشتك تبقى مرتاحة والبسة تبقى تفاحة وتشرب بيرة من غالية ازازة كبيرة حاجة عالية انا اللي عشت في الماضي في حالي كنت واد عادي انا اللي عشت في الماضي انا بعمل اغاني اللي هي المزيكا والدرامز والكلام ده كله. مين معلمك؟ اتعلمت ازاي؟ هوايه عمل والد اصلا بتاع مزيكا وكده كان بيشتغل في الافراح زمان؟ بافراح غير افراحه غير افراح الافراح الثانيه اللي انت كنت بتروح مع الافراح بتاع زمان؟ اه. ايه بقى الفرق بين الافراح بتاع زمان ودلوقتي؟ كان اول جو اعداد مثلا ومطرب بس بيطلع يعني مش عارف ايه وحاجات الكلام ده مزمومة مغاوي الحزم على الأصدر يا فرق الخشبة للنظر يا أفكاري على الموضة أنا العميد عندي كلام. بدأت معاك إزاي الدنيا؟ الدنيا بدأت معايا إن أنا كنت أنا وإسلام أصلا في مدرسة واحدة فأنا كنت بغني وكنت إسلام شكله بغني وبتاع فقال لي أنت طالب وزع وعملنا أغنية مع بعض بعد كده حبيت الموضوع يعني. قدام ليه قلت تعمل مهرجان مثلا ما قلتش تعمل ليله عاديه وبتاع واي فرح والسلام اشمعنى المهرجان يعني؟ الليله العاديه شرب مخدرات ماشي وبيره والحاجات دي احنا شايلين الحوار ده من دماغنا ماشي احنا بنعمل مهرجان عشان نفرح مش عشان نيجي عشان لو تقفوا ترقصوا بقى وبتاع لا احنا بنقف نفرح مع بعضينا كده بننزل نقرا عاملين مدرج حاجه مدرج زي ايه زمان ورا بعضيها كده مدرج ماشي وبعد اذنك اساس واقف اساس واقفين كده اهو كلنا اتفقنا فوق بعضيها كده فرح لينا كلنا مش تمام. واحد بس تمام اللي جاي جاي لينا كلنا يعني فرح من القلب بنبقى نرقص ومعلش كلنا بنبقى واقفين وقفه معلش الجدعانه اللي بيقولها يعني ازاي تقول يا لما تنام ولا يحسسكوا ببرودة ويروح حصل على الخيبة مجال بقى كله شنيبة يا مرحب بيك يا فريسة يا أهلا بيك في الجيزة العريس رمضان